شعبان هل علينا هل علينا شعبان هل علينا أنوار من علينا شعبان هل علينا أنوار من علينا حيان هاشمية أنوار حياكم الله مشاهدينا مشاهدي قناة المهدي الفضائية اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج افراح شعبانيه اللي نقدمه يوميا بمناسبه ولاده الاقمار المحمديه. وبهذه المناسبات نحن واياكم وباسم الامام والمولى علي الاكبر ابن الحسين عليه وعلى ابائه افضل الصلاه والسلام فرحين به وبولادته العطره الذي شبه برسول الله خلقا وخلقا. فأهلا وسهلا بكم، ومن بعد الترحيب لكم أرحب بضيفيني الكريمين ابتداء من على يمينكم الملة ثامر الفتلاوي. أهلا وسهلا بك ملة، نورتنا اليوم ومتباركين بهذه المناسبة العطرة. أنا ولكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نهنئ الأمة الإسلامية والعالم أجمعين، لا سيما علماءنا العاملين ولا سيما بقية الله في أرضها الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه المناسبات ولادات الأئمة الأطهار عليهم السلام. ونسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يديم هذه الأفراح على شيعة الإمام أمير المؤمنين بالخير إن شاء الله والمسرات والأفراح المستمرة. أهلا وسهلا بك، حياكم الله، نورتنا ملة. أهلا وسهلا بك أيضا. أرحب من على يميني الملة منير الفاطمي. أهلا وسهلا بك ملة ونورتنا اليوم، حياك الله. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، طبعا تحية حب وإجلال لحضرتك. أهلا وسهلا بك، وتحية حب للكادر العامل في هذه القناة الموقرة الجميلة. أسأل من الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله. بداية نهنئكم ونهنئ العالم الإسلامي بهذه الولادات الميمونة وهذا الشهر المبارك، وسائلين الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالأمن والأمان والصحة والعافية إن شاء الله. أهلا وسهلا بك، أحسنت ولا نورتنا وشرفتنا اليوم. الله يوفقك، رحم الله والديك. وبيكم الله أيضا، حياكم الله. طبعا بداية الحلقة ندخل بتفاصيل الحلقة. أنا اللي متفاجئ به، وهي مو مفاجأة طبعا، هذا واقع وأريد أن نقله إحنا للمشاهدين، انه بكل مناسبه كانت محزنه او مفرحه انتم سباقين. يعني انا حتى خارج القطر شفتك هناك والتقيت بك والملا ايضا. الله ما يجي يوم تملون، ما يجي يوم تقعدون عن هاي الخدمه. ابتدي يعني من ملا ثامر. الله يبارك في عمرك. شوف احنا اليوم طبعا مرسة الجناب الملا. لا تفضل استاذ يا حبيبي. الله يبارك في عمرك. احنا في المناسبات وغير المناسبات احنا دائما نلهج باسم الامام الحسين عليه السلام، ونلهج باسم امير المؤمنين سلام الله عليه. هؤلاء يا أخي سبحان الله، يعني هم عقيدتنا، هم ديننا، هم كل ما نملكه، هم هذا، ما عندنا غيرهم. بلي احنا كل شيء ما عندنا غيرهم. احنا لا تلتفت جنابك انه انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اني مخلف بكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيت. أحسنت. ما ان تمسكتم بهما لم تضلوا من بعدي ابدا. احنا لن نعيش بضلاله، ما طول احنا متمسكين بذول الاطهار. فاحنا كل ما لدينا هو لهم، وكل ما عندنا فهو منهم. أحسن. حقيقة. والله الحسين أبو علي هذا هو، إحنا ناس بجواره الحسين، كل ما لدينا من الحسين، كل ما نريده من الحسين إن شاء الله مقبول. إن شاء الله. فما شاء من ما من زين والله. أهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. ملا أنا سمعت فد موقف، يعني أعتقد بهذه الزيارة أو اللي قبلها، يعني أكو زائر من خارج القطر وأنت يعني الموقف، يعني إذا أريد نتكلم به يمكن يحتاج لي مثل ما قالوا انه 17 يوم انت كنت متيم بهذا الزائر وسويت اشياء يمكن من النادر احد يسويها. صح. شنو هذا الدافع؟ شنو المقابل؟ هذا المقابل، شوف طبعا احنا ذكرنا الموقف، الموقف كان زائر من خارج القطر، فاول مره كان يجي لزياره العراق وزياره الامام الحسين، وكانت بوقتها زياره اربعينيه. فانه يعني لما اجى للعراق انه بعد هذا صار ضيف، مو بس ضيف علينا. صح. صار ضيف علينا على الامام الحسين. فاكراما للامام الحسين انه واجبنا نكرم الضيف. حبا بمن بالحسين.
فطبعا الشيء اللي صار واللي اللي اللي حدث واللي حدثت يعني معجزات وصارت امور، فهذا كله يرجع الفضل في وضعت احسنت، فهذا كله من خير الحسين. يعني يعني هسه اكيد السائل راح يسال انه شنو اللي صار، احنا ما راح نتكلم بالموضوع كله، نقطه من هذه النقاط انه هذا الزائر هو نسى هو وين قاعد، سبحان الله، نسى هو بيا مكان، نسى بيا منطقه في كربلاء. الملة تقريبا 11 يوم يفتر في كربلاء على الاحياء كلها حتى بس يوصل الى ان وصل، هذه بعد اراها تفاصيل كلش كثيره، فهذه شيء قدام الامام الحسين. احسنت احسنت، فهذا يرجع الفضل، هذه فضلها للملاش طبعا. اي والله اي الملاش الحسين، هذا هذا الفضل كله يرجع للحسين. اسال من الله بحق الحسين ان يديم هذه الخدمه ويوفقنا انه نخدم نصير بصوره جميله نقدم الزوار الحسين ان شاء الله، نكون بصوره جميله ان شاء الله، ان شاء الله ثبات ان شاء الله يا رب، ان شاء الله قبول ان شاء الله ان شاء الله. ملا بما انه هذه ايام فرحه واليوم برحاب الامام علي الاكبر عليه السلام، انت طبعا اليوم انا اخليكم براحتكم من اختياركم. الله يوفقك. تمام احنا ما نقدر لكم طبعا. الله يوفقك الله يوفقك. فانت اليوم منين ما تبدي تاخذ راحتك، المهم هي فرحه راح تكون. بلي احنا ان شاء الله تعالى نبتدئ من الامام الحسين عليه السلام. يلا ان شاء الله راح نبدي البدايه. زهيري للشاعر جابر الكاظمي. يلا. وبعدها ان شاء الله نقرا لك مقطع من القصيده وان شاء الله تعالى الله يوفقك ويسهل امرك ان شاء الله. بعد قبل الله نهلا. الزهيري هو يا حسين يا حسين نورك تجلى وللعوالم مهد. يا حسين نورك تجلى للعوالم مهد، والنوح لولاك لولاك طوفان السفينة مهد، عروة الوثقة الولاكم واللزمها مهد، منك انت من المصطفى والمصطفى حسين منك منك انت من المصطفى والمصطفى منك والشرف يا ابن الشرف بيك انغرس منك، شرف الجن وبشر وعلى الملائك منك، جبريل نال الشراف من بيك هزب المهد. الله الله حسينا حسينا حب حسين بدمان. ايه حسينا ايه هذا السؤال ها. الله يوفقك حسينا يا حسينا يا حب حسين بدمان. حسينا حسينا يا حسينا وحب من حليب امنا. الله حسينا حسينا ابد والله ما ننسى حسينا ابد والله يا ما ننسى حسينا. ابو علي وياك حسينا حسينا نعيش نموت ويا ابني يا صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما القصيده يلا تفضل ان شاء الله راح اقرا من عندها مقطع واحد. القصيده من كتابات الطيب والمخلص الشاعر ابو كميل كرار حسين الكربلائي. احسنت. هلا يا ابو علي عشقي الاولي
هلا يا ابو علي عشقي الاولي حبيتك سميتك عشقي الاولي حبيتك سميتك عشقي الاولي هلا يا ابو علي عشقي الاولي حبيتك سميتك عشقي الاولي حبيتك سميتك عشقي الاولي اه ميلادك ما اجمله هالليل الفرح له ميلاد الاباء ميلاد الاباء هلا يا ابو علي هلا هلا بيك بقد كربلة وبقد السماء وبقد السماء انت شمعة كربلة ومصباحة والسماء علنت إلك افراحة والملائك صفقت بجناحة يا ابو علي يا ابو علي فرحان السماء يا بن فاطمة فرحان السماء يا بن فاطمة ناديتك سميتك عشقي الأولي ناديتك سميتك عشقي الأولي أحسنت أحسن الله عشق ها عشق بعد أحسنت من وريد أحسنت أبارك فيك هامل ليش راح تجاوب الملة طبعا عاش هالصوت هذا الله يوفقك الله يعلي شانك ان شاء الله حق الحسين الحبيب المخلص خادم الامام الحسين الشاعر المهذب رعد الشريخي يقول يروح تغزل بهوايج والفاي يروح وحد غزل بهوايج والفاي والفاي بجمالة تسولف العشاق بجمال تسولف العشاق والفاي أحب وما أهم بالشميس أحب وما أهم بالشمس والفاي 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 أهم بحسين أهم بحسين بس يرضى علي يا صلوات صل على محمد وعلى أنا بدونك يا أبو السجاد شملك أنا بدونك يا أبو السجاد شملك شملك مثل نسمة هوى ومخنوق شملك شملك أريد بيوم يلتم غاد الله أريد بيوم يلتم غاد شملك شملك توصمك وهل بيتك علي توصمك توصمك وهل بيتك علي صلوات طبعا بما أنه الملة قرأ للإمام الحسين احنا نذكر راعي الشهامة راعي الغيرة بالفضل العباس الشاعر حيدر تركي الله يوفقه إن شاء الله
يقول فرحان بضعت حيدرة زينب زينب ميلا السبع القنطرة زينب زينب فرحان بضعت حيدرة زينب زينب ميلا السبع القنطرة زينب زينب باستة وقالت هلا براس عطر المرجلة باستة وقالت هلا براس عطر المرجلة جنة كافيل جنة كافيل مقمط براية علي وللكفالة يلوق لي مقمط براية علي وللكفالة يلوق لي أبو فاضل أبو فاضل جبهته تنقط وفه والوفه بيه اكتفه جبهته تنقط وفه والوفه بيه اكتفه بلا مقابل بلا مقابل وسنين كانت ناطرة زينب زينب ميلا السبع القنطرة زينب زينب فرحانة بضعت حيدرة زينب زينب ميلا السبع القنطرة زينب تصيح زينب يا اخوتي صرت احس بهيبتي تصيح زينب يا اخوتي صرت احس بهيبتي جنة ميرة جنة ميرة مهدى من انا اهز لو سمع اسمي يفز مهدى من انا اهز لو سمع اسمي يفز كل غيرة كل غيرة شفه من انا اشم تيقنت هو شهم شفه من انا اشم تيقنت هو شهم من عبيره من عبيره يناغلو صوتي سمع يناغلو صوتي سمع يمكن باذن انطبع وبضميره وبضميره من الفرح ظلت حايرة زينب زينب ميلا السبع القنطرة زينب زينب فرحانة بضعت حيدرة طيب الله صلى الله عليكم ورحمة بارك الله فيك الله يوفقكم الله يجزيكم خير ان شاء الله والثاني بغير عالم الله يوفقك احنا استونا جايين الله يوفقك رحمة الله والديك الحمد لله هذه نعمة هذه اي والله اسأل من الله بحق مولاتي أم البنين إن شاء الله أن يرزقنا زيارة مولاتي العقيلة زينب زيارتها في الدنيا إن شاء الله وشفاعتها في الآخرة أنا وإياكم إن شاء الله جميع المشاهدين طبعا إن شاء الله من خلال أبياتك الأولى ذكرت بعض الأبيات أنه شملك يعني أنت هذا شيء بسيط إيش ما تنطي كنت الحمد لله يعني سن. اللي نعرفه سيد منير انه الله منطي وخير من الله الحمد لله كل هذا وتقول انا شملك مقابل الامام الحسين ايش تريد بعد طبعا طبعا كل هذا مو بالعين طبعا 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 شوف عندنا احنا طبعا امثال اهلنا الكبار الله يحفظهم والله يرحم الماضين يقولون الولد وما ملك لابي طبعا احنا ايش ما عندنا للحسين وايش ما نملك طبعا هو عطاء من الحسين صح. طبعا عطاء لا يعد ولا يحصى فاحنا يعني شنو نقول مقصرين في حق الحسين حقيقه فاحنا كل هذا من بركات الحسين صح. فكل راجع علما للحسين احسنت الجواب الله يحييك والله هامل اشتاقنا احنا صوتك ترى انا خادم الله يسلمك بعد هسه بعد بدع العباس اي احنا نروح بعد الامام المهدي ولو احنا ردنا نقرا في الشيء على علي الاكبر اللهم اجل براحتك انت براحتك نقرا ان شاء الله للامام المهدي سلام الله عليه لان احنا شويه بدنا نسولف بحق الامام صاحب الامر اجل الله تعالى فرجه الشريف ان شاء الله مقبلين على ولادته مبارك ان شاء الله عندنا سهيري ايه مهدنا نلهجب اسمك عمر من كنا فيه مهدنا مهدنا ورا
قربنا الصراط السوي والدربك مهدنا مهدنا مولاي امتى الفرج اللهم اجل وجهك مولاي امتى الفرج والدربكم مهدنا مهدنا من بعد جار الوكيت نأمل القسط وعدل بويا كل ما يلي وكل عويد يصبح بجيتيك عدل عدل من الحوت يونس طلع من قال يطلع عديل ونأمل بشوق وأميل يطلع فجير مهدنا لازماني لازماني لازماني. طبعا هذا الشعر من خلال كاميرتكم مباركة. نوجه سلامنا إلى الأخ الشاعر أنيس الخفاجي خارج العراق. أنيس الخفاجي كربلاء من شعراء كربلاء ومن الأقلام اللي كتبت وصدحت. الله يبارك فيك. نوجه سلامنا إلى من هذا المكان كل شعراء جوار الحسين. لازماني لازماني بزغر سن وغرامك لازماني بزغر بزغر سن وغرام يا الله لازم علي ويا محد وبس طريقك لازم عيني ولأن رايد نظرتك يا مولاي يا مولاي يا صاحب الأمر ولأن رايد نظرتك لازماني 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 أدعي بالفريد صبحي مسي صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. قصيدة يلا سر الليل سر الليل يا الغايب جز الحيل جز الحيل يا الغايب سر الليل سر الليل يا الغايب جز الحيل جز الحيل يا الغايب طيفك طيفك منتظر عيوني طيفك طيفك منتظر عيوني سار الليل سار الليل يا الغايب جز الحيل جز الحيل يا الغايب طيفك طيفك منتظر عيوني طيفك طيفك منتظر عيوني سحرانة تنطر عيني يا موعود يا موعود منك خبر يوفيني يا موعود يا موعود منك خبر يوفيني يا موعود يا موعود صابر عمر تدريني يا موعود يا موعود نظرة عطف تكفيني يا موعود يا موعود نظرة عطف تكفيني يا موعود يا موعود ولو طيف ولو طيف مر بي تمر ضيف تمر ضيف مر بي ولو طيف ولو طيف مر بي تمر ضيف تمر ضيف مر بي طيفك طيفك منتظر عيوني طيفك منتظر عيوني. الله اقرا لنا فد هوسه على الامام المهدي وبعد يجيني الهوسات. يلا احنا نجيها هسه. بس انا عندي سؤال لك شخصيا. ملا ثامر الابيات الاولى ذكرت بزغر سنيني على الامام. الله
حسن الحسينين ملا ثامر، مش وقت انت بلشت تنتظره وتحبه للامام صاحب الزمان سلام الله عليه من يا عمر؟ كلام يطول بهذا الصدد، وانا ذاكره بعده يعني لقاءات. الامام المهدي سلام الله تعالى عليه، قبل قليل طبعا احنا ذكرنا بالكواليس انه اكو مواقف، اي سلام الله عليك يا صاحب الزمان. احنا كشيعة وكمحبين وكسائرين على نهج هذا ان شاء الله طيب ابن الطيبين، نسأل الله بحقه عند الله ان يجعلنا واياكم ان شاء الله من المؤتمرين بامره والمصلحين بين يديه والمستشهدين بين يديه. هاي شهادة نريدها بس من عنده. بس الامام المهدي عليه السلام كلما نتكلم عنه فهو قليل. نحن دائما عندما نذكر احد العلماء يقولون انه تعود، يمكن الشيخ بهجتي رضوان الله تعالى عليه يقول دائما خلي علاقتك بالامام المهدي علاقه قويه، حتى في فراغك، في جلساتك، في مكانك، بكل وقت، في كل خلو، في كل مكان تقوم قل يا مهدي، اجلس قل يا مهدي، خلي عندك علاقه روحيه مع الامام المهدي باستمراريه. اريد احنا طبعا اي بلي بلي لابد ان تكون، حتى مرات في التسبيح الاوراد اليوميه عندنا اوراد موجوده عن الائمه عليهم السلام، من الامام امير المؤمنين او خلينا نقول من رسول الله وانتهاء بالامام العسكري عليه السلام. نعم. ومن ثم الامام المهدي، يقول دائما اذكروا اسم الامام المهدي عليه السلام، فهو بهذا الرجل نجاتكم. نعم. انا قبل شويه كنت واقف وانتظر الاخوه يجون اسعد لينا يومكم، فقرأت حديث مكتوب هناك ان يعني عن الامام امير المؤمنين، الحديث ان المهدي من اهل بيتي يصلحه الله في امره، ظلت يعني صافن في هذه الكلام بلي. يعني ان الله سبحانه وتعالى هذا الرجل يصلح الله امره في ليله، طبعا الكلام طويل في هذا الله على أرضه. نعم. فهذه الليله يتحول الامام المهدي عليه السلام، طبعا انا متوغل بقضيه الامام بلي. يتحول الامام المهدي من مري ان شاء الله الى انه يكشف امام الناس ان شاء الله، يعني مختفي ويكشف امام ان شاء الله. نسال الله بحق الزهراء وبحقه عند الله انه نكون من المقربين منه ومن المصلحين بين يديه والمسجد. الإمام المهدي كل ما لدينا هو من أنفاسه، أحسن أنفاسه موجودة. الله يبارك فيك صاحب الأمر. سمعك سوا صاحب. نقرأ إن شاء الله هوس على الإمام المهدي. أحطي دع لراسي وانتفض قائم. عافية. أحط إيد على راسي وانتفض قائم، من أسمع بذاني كلمة القائم، الله الله، من أسمع بذاني كلمة القائم، قائم هذا آخر خليفة من ولد فاطم، هذا آخر خليفة من ولد فاطم والتاني، ها وكل ها أريد وياي جاوب، والتاني كل يوم ظهورة والتاني، كل يوم ظهورة والتاني، كل يوم ظهورة والتاني، كل يوم ظهور نظل نترقى بحين الوعد كل يوم. الأبيات للشاعر الطيب عقيل الكناني. أحسن. نظل نترقى بحين الوعد كل يوم، يظهر قائم العترة وحمل مظلوم، محتوم الظهور أو ننطر المحتوم. أو بنوره أو بنوره يلا ملا أو بنوره تزهر دنيانا وبنوره تزهر دنيانا وبنوره تزهر دنيانا وبنوره على درب انتظاره ذابت الأرواح. هذا جواب مسائل ذايبين بحبك مولاي يا صاحب الزمان. هنيئا يا صاحب الزمان. على درب انتظاره ذابت الأرواح، والنصرة تولينا حاملين سلايح، نذر نفرش طريقة نرجس وقدايح، بسكونة يظهر مهدينا، بسكونة يظهر مهدينا، بسكونة يظهر مهدينا. هاي أخير هوسة إن شاء الله، يعني مثل اليمين
أحلفك يا مولاي يا صاحب الأمر، أحلفك بالمحبة بينك وبيني يا مولاي. كاف من البعد هالبعد يا ذييني، موتني الغياب استاحشت عيني. الله الله، موتني الغياب استاحشت عيني، وسهرانه ما نامت ساعة سهرانه ما نامت ساعة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله أحسنك، أحسنت مله ونعم الاختيار لهذه الكلمات. الله يبارك فيك، سمعك الإمام صاحب الزمان إن شاء الله. مله أنا هسه راح انتقل لك طبعا. نسى صوتك انت، هذا مو صوتك سيد، صوتك عالي. الله يوفقك. لا 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 احسنت احسنت. انا اريد اخذ راحتي. احسنت، سمعنا صوتك الاصلي سيد. الله يوفقك، رحم الله والديك. المضموم الله يوفقك، رحم الله والديك ان شاء الله. المضموم طلع ان شاء الله. طبعا ذكر الشاعر عقيل الكناني من خلال قناتكم، نوجه له تحيه حب وتقدير، الشاعر المخلص. تحيه ان شاء الله. الشاعر الموفق الحبيب رعد الشريخي يقول: يا حاد الشوق للمحبوب ودنا، يا حاد الشوق للمحبوب ودنا، ودنا لابن اللي وصل قوسين، لابن اللي وصل قوسين، ودنا نشوفه ونلهج بطرواه، نشوفه ونلهج بطرواه، ودنا ودنا ونكحل عيوننا أو نكحل عيوننا بهاي المسيه صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حاد الشوق اخذ الشوق وصله لابو صالح حليف الصبر، يا حاد الشوق اخذ الشوق وصله وصله لابو صالح حليف الصبر، وصله من غايب وعلينا انقطع، وصله وصله ندعي رد شبيل حامل حمية صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنوها هنوها يا شيعة هنوها، أم الحسن بحسين يا شيعة هنوها، هنوها هنوها يا شيعة هنوها، أم الحسن بحسين يا شيعة هنوها، هنوها هنوها يا شيعة هنوها، أم الحسن بحسين يا شيعة هنوها، فرحانة أملاك السماء نزلت تهني فاطمة، يا الزهرة الف مبروك، يا الزهرة الف مبروك. ايوه بكسرة الخاطر نزل فطرس دول جنح سأل، ظل يمسح الكاروك، ظل يمسح الكاروك، يقضوها يقضوها كل حاجة يقضوها، هالليلة باسم حسين كل حاجة يقضوها، هنوها هنوها يا شيعة هنوها، أم الحسن بحسين يا شيعة هنوها، هالليلة حيدر مبتشر والهادي فرحان شكثر، والشيعة فرحانة والشيعة فرحانة، والأجر رايد يكتمل، خلي يحضر لهذا الحفل، خلي
خلي يفرح ويانا خلي يفرح ويانا نادوها نادوها وفايا نادوها وعلى العهد باقي وفايا نادوها هنوها هنوها يا شيعة هنوها أم الحسن بحسين هنوها هنوها هالليلة يحلى للسمر على الدنيا شع نور القمر هالليلة يحلى للسمر على الدنيا شع نور القمر عباس أبو الغيرة عباس أبو الغيرة أم البنين تلقته بالراية لا شك لفته ناظرته تفسيرة ناظرته تفسيرة حيوها حيوها ناظرته حيوها طفل شهيد حسين ناظر تحيوها ناظر تحيوها صلوات اللهم صل على محمد الله والديك الله رحم الله والديك بسم الله عليك هذه اعياد لو احد يختلف لا بالله اكيد اكيد اعياد ما في اختلاف ابد اكيد هاي اريد اقرا لها يلا لانه اطربني بهذه القصيده الله يوفقك القصيده هي عفوا هوسم مقريه هواي مقريه ساعه لعلني بعد بس هاي للسيد تعز راسي تعز راسي الله يحفظك اي حقها تفتخر باسم العمام الناس اي كل من يفتخر بعمام الناس اكيد والله اكيد حقها حقها تفتخر باسم العمام الناس وحي الله العمام اللي بيها رفعت راس وحقها السادة من تفتخر بالعباس وحقها الساده من تفتخر بالعباس بالعباس ويا نعم العم عم الساده عم الساده يا نعم العم عم الساده يا نعم العم اسريد هوساتك بعد الله يوفقك يقول قمر هاشم لوجود متروس الله قمر هاشم لواء وجود متروس ما خاف المنية عليها قامي يدوس ما خاف المنية عليها قامي يدوس ملك الموت سيفه يحصد هالروس يتوسل بايد الجيش كله يتوسل بايد الجيش كله يبوس والجيش يقبل شفينا والجيش يقبل شفينا والجيش يقبل شفينا والجيش يقبل انا مو شاعر زين انا من خلال فضائياتكم انا مو شاعر بس انا يعني ادي شويه لمسه شعريه يلا يلا نسمع راح اسمع يعني اسمعكم قصيده ان شاء الله مباركه هالكلمه الله يوفقك كتبتها ورفعتها لاحد الشعراء الرادود طبعا ملاحظه عفوا ملاتي الرادود نص الشعر اكيد بس انا شويه احترم الاختصاص الله تعرف احسنت فهاي القصيده اعطيتها لاحد شعرائنا فقال لي ملة شاعر قلت له عبالي مو شاعر يعني جاهزه؟ اي هاي موجوده قلت له عبالي رادود يلا والله هم انا قدام الحسين رويديد مو رادود الله يوفقك الله يتقبل يعني ان شاء الله يحفظنا وياكم ان شاء الله ان شاء الله مسجلين كل احنا عد الزهراء ان شاء الله اي عباس الوفاء والكرم ما عودة عباس الوفا والكرم ما عودة عباس الوفا والكرم ما عودة عباس الوفا والكرم ما عودة بس نقاو بس نخاو حلف بزينب الحرة وقل بداعة أمك فاطمة الزهرة يقضي لك الحاجة الحيل متعسرة يقضي لك الحاجة الحيل متعسرة وتبقى تسالف انت بشانة وبزودة عباس الوفا والكرم معهودة عباس الوفا والكرم معهودة عباس الوفا والكرم معهودة اي اقرأ عن حياته وسيرة افعاله لابد صنديد الكلايف منه يدناله نعم
سيف زلزل وخزرة تشتالة سيف زلزل وخزرة تشتالة ماخذ شمرته من المرتضى عودة عباس الوفا والكرم لو ردنا نسولف عن المروة لو ردنا نسولف عن المروة ما تلقى شخص عنوان للخوة أكيد والنعم بس عباس شيمة ومرجلة ونخوة بس عباس شيمة ومرجلة ونخوة واف حسين واخته زينب عهودة عباس الوفا والكرم هي البني هاشم قمار والنعم من عنده والنعم وحزام الظهر لحسين بالشدة حارس للخيم واللي يقرب وش حده حارس للخيم واللي يقرب وش حده وراهب جيش أمي وصاقر جنوده وراهب جيش أمي آخر بيت أسألكم الدعاء ابن الحر عباس ونعم عباس نعم والله ش ما تحكي وتسالف عن ابو النوماس ما ينوصف شي غيره وكرم واحساس ما ينوصف شي غيره وكرم واحساس مضرب للامثال برايته وجوده مضرب للامثال احسن احنا نبردك نوب تكتب لنا ولا بعد انا احسنت اي والله انا اتشرف والله هو توفيق هو رزق الحمد لله قاعدين بالبيت انا واهلنا قلت له هدوء 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 كتبتها وصارت بعد هنيئا والله رزق هو مثل ما ابتديت الحلقه من كلمات وصوت ملا ثامر انا اخلي الختام من يمك ملا منير فاعطينا ابيات الختام تمام ان شاء الله الله يسلمك ابيات الختام يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن ينزله كفاكم من عظيم الشان إنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له صلي على محمد أنا اليوم ما أدري هذا الرجل طبعاً المهذب رعد الشريخي أنا أحبه الله يحفظه إن شاء الله طبعاً نوجه له تحية حب يكتب إنه خادم اليوم أي والله حقيقة إنسان أحسه موفق فسبحان الله شاءت قصائدي إنه كله الرعد الشريخ حسنت حسنت هذا رزق ممكن نرزق احنا أيوة رزق هذا أيوة رزق بسم الحسين شعبان ابتدى بسم الحسين يحلى مولده بسم الحسين شعبان ابتدى بسم الحسين يحلى مولده يا هلا وميت هلا نادينا بالفرح شعبان هلا علينا يا هلا وميت هلا نادينا بالفرح شعبان هلا علينا مولد حسين الصبط والينا الثوب الأسود والحزن ذبينا الثوب الأسود والحزن ذبينا تحلى الأفراح والنور ازدهار تحلى الأفراح يا محلى الشغار باسم الحسين شعبان ابتدى احسنت الله اليكم الله يوفقكم ان شاء الله الله يوفقكم اليوم جنابك نورتنا الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقك واسال الله لك القبول بالحسين الله يوفقك لنا ولكم نفس الشيء ان شاء الله طبعا قبل ما نختم الحلقه ان شاء الله نرجع نوجه تحية حب لحضرتك أستاذ مصطفى الأمير وإن شاء الله تبقى أمير في حب محمد وآل محمد إن شاء الله وتحية حب شعبان هل علينا
شعبان من علي.